السلام عليكم. بهدوء وبعيدا عن أي ضجيج، غيرت بعض الدول العربية مناهجها الدراسية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بينما عدلت دول أخرى تلك المناهج. ولأن المناهج الدراسية مسؤولة عن بناء شخصيات الطلاب ووعيهم وتصوراتهم ومستقبلهم العلمي، فإن قضية تغيير هذه المناهج تكتسب أهمية كبيرة. وفي الحالة العربية يحصل أحياناً قليلة وربما كثيرة أن التغيير الذي يصيب المناهج الدراسية وراءه عقول وأفكار غير عربية، أي من خارج البيئة الثقافية والمجتمعية والنفسية العربية. هذا يدفعنا للسؤال عن ماهية التغيير الذي أصاب مناهج التدريس في بعض البلدان العربية، وعن مدى انتشار هذه الظاهرة ودور الجهات الخارجية في هذا التغيير، فضلاً عن الآثار المنتظر رؤيتها في ظل المناهج الدراسية المستحدثة. التفاصيل بعد متابعة التقرير. منذ سنوات عديدة تتسارع وتيرة التغيير في المناهج الدراسية في أكثر الدول العربية، وتزداد عمقاً تحت شعارات التطوير ومواكبة التطورات العلمية والتربوية في العالم، بيد أن هناك من المتخصصين التربويين من يرى أن لهذه التغييرات أهدافاً أخرى غير التحديث والتطوير، فبينما تعاني مناهج المواد العلمية كالطبيعة والكيمياء والرياضيات وغيرها من الترهل الشديد والتركيز على الحفظ دون الابتكار والتفكير، تركز جهود تغيير المناهج على العلوم الإنسانية المتعلقة ببناء الفكر وتشكيل هوية الأجيال الناشئة ثقافياً ودينياً. ولا يخفى على متابع أن بدايات هذه الحملات لتغيير المناهج في المنطقة العربية ترجع إلى ضغوط بعض الدول الغربية بزعم مواجهة أفكار العنف والتطرف، وهي الضغوط التي أثمرت توجهاً رسمياً من معظم الدول العربية نحو تلبية المطالب الغربية. بل إن اتحاد المعلمين العرب في دورته 19 قبل عدة سنوات ناقش كيفية تطوير المناهج الدراسية وحذف الموضوعات التي من شأنها الحض على العنف والكراهية في مناهج اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ بما يشمل تاريخ الفتوحات الإسلامية. وبحسب خبراء في التعليم والمناهج، فإن التغييرات في المناهج الدراسية لابد أن تكون واضحة ومفهومة الأسس والأهداف، بما يضمن تحسين أداء العملية التعليمية في المجتمع انطلاقاً من الحاجة المجتمعية الفعلية للتطوير ومواكبة التقدم. أما أن يتعلق التغيير بضغوط سياسية خارجية لا تحافظ على قيم المجتمع وهويته، فإن ذلك يصبح بعيداً كل البعد عن مفهوم التغيير الإيجابي المطلوب، كما يصبح أداة لطمس الهوية وتدميرها لصالح مخططات خارجية تسعى للسيطرة على المجتمعات العربية بعدما سيطرت إلى حد كبير على النخب السياسية في المنطقة. إذن تغيير مناهج التعليم في بلدان عربية، وهو أمر نفذ بهدوء ودون ضجيج يذكر في غير بلد عربي منذ بضع سنوات، هو موضوع حلقتنا هذه الذي نطرحه على طاولة الحوار مع عدد من المتخصصين في الشأن. معنا ابتداء من القاهرة، طبعا عبر سكايب من القاهرة، الأستاذ أحمد عبد الباري الخبير في تقييم مناهج التعليم، وسكايب أيضا من هاتاي في تركيا الأستاذ ياسين جمول رئيس جامعة المعالي السورية، وعبر الهاتف من مدينة فاس في المملكة المغربية الأستاذ محمد الصادق العماري أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وعضو هيئة تحرير مجلة كراسات تربوية. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. لو بدأنا من هاتاي سيد ياسين، في الحالة العربية تحديدا التي أصابها تغيير مناهج التدريس في بعض الدول العربية وتعديل مناهج التدريس في بعضها الآخر، عندما نتحدث عن تغيير مناهج التعليم في الحالة العربية، فما المقصود بتغيير مناهج التعليم؟ وهل هناك رصد للزمان الذي بدأ من خلاله هذا التغيير؟ حياكم الله، جزاكم الخير على إثارة هذه النقطة المهمة.
لا سيما واحنا نتحدث عن المناهج التعليمية، والمناهج بالنسبة إلى العملية التعليمية هي أهم أركان العملية التعليمية. فنحن نتحدث عن الطالب وعن المدرس وعن المدرسة وعن المنهاج، والمنهاج هنا هو دستور العملية التعليمية، وكل الأركان الأخرى يتم تطبيعها لتطبيق هذا المنهج أو ذاك. في الحديث عن التغيير، وكما يعني بينتم في التقرير ابتداء، التغيير بالنسبة إلى المناهج هو حاجة ضرورية وليس شيئا اختياريا. لذا لابد السؤال بعد ذلك عن سبب هذا التغيير أو عن ماهية هذا التغيير، لأنه كل من يغير ويعدل في المناهج يتذرع بأن العالم يتغير، العلوم تتطور، حال البلد تتغير، ولكن يبقى السؤال لماذا هذا التغيير وما ماهية هذا التغيير؟ أنا طبعا بالنسبة هو إلى معذرة دكتور ياسين، هو ماهية هذا التغيير سنطرحه بعد قليل، لكن قبل ذلك نريد أن نمهد أن هناك تغييرا في الدول العربية. هل يمكن أن تحدثنا ابتداء بشكل عام عن ماهية، ما معنى التغيير؟ يعني عندما تغير المناهج في الدول العربية ماذا يعني ذلك حتى يفهم المشاهد؟ نعم، هذا الذي أردت. الاحتلال أو الحروب عامة كانت تعتمد على الصورة الصلبة أو على الصورة العسكرية، بعد ذلك صرنا نرى حروبا من ألوان أخرى وطعمات أخرى إن صح التعبير، وهي القوى الناعمة التي سيطر عليها القوى الناعمة، وأداتها هنا وأساسها هو الموضوع التعليمي. وهذه المناهج التي هي دستور العملية التعليمية هي التي ستصنع التغيير، لذا كل الأنظمة تعمل على تغيير هذه المناهج، وهذا التغيير ليس بجديد. نعم تسارع في الآونة الأخيرة، ولكن هذا التغيير مرتبط بالأحداث الكبرى عموما. فالتجربة الشامية مثلا تطلعنا على أن الفرنسيين أول ما دخلوا إلى دمشق مباشرة بدأوا، مع أنه لم يتم بعد خروج كل العثمانيين كل الأتراك من دمشق، مباشرة بدأوا بتعديل المناهج. كذلك بعد كل اتفاقية، بعد كل حدث سياسي كبير، نجد بعض التغيير في المناهج، كما حصل بعد اتفاقيات السلام مع إسرائيل، كما حصل بعد 11 سبتمبر، لأن هذا التغيير الذي يمتد لابد أن يتواءم مع ويواكب الحدث السياسي لتصنيع أيديولوجيا توافق هذا التغيير الذي يراد. وهذا الذي أردت بالإشارة إلى القوى الناعمة والقوى الصلبة. نعم التغيير حاصل في كل الدول، ولكن لماذا مثلا نجد ثمرة للتغيير في ماليزيا عندما بدأت نهضتها في السبعينيات والثمانينيات وأفرزت نهضة ماليزيا اللي صارت مضرب المثل؟ لماذا أفرز التعليم في اليابان نهضة أيضا صارت مضرب المثل؟ ولماذا ما زال وسنغافورة أيضا التغيير منذ وسنغافورة الحدود في ربما. بلداننا العربية لم يفرز تلك النهضة، وما زال حكامنا وما زال كبارنا يتداومون في البلدان الغربية؟ لأن التغيير الذي حصل ليس التغيير المأمول، ولا التغيير الذي هو متطلب حضاري فعلا كما هو متطلب واقعي. نعم التغيير مطلوب، والتغيير حاجي ضروري مع تطور الزمن نعم ومع تطور العلوم، ولكن هذا التغيير الذي يكون نابعا من احتياجات المجتمعات ويتوافق مع هوية هذه المجتمعات، وليس التغيير الذي يكون بإملاءات نعم خارجية. سنأتي إلى التغيير في المواد. لماذا سيكون التغيير في المواد الإنسانية مع أنه نحن نتحدث عن تربية دينية، نتحدث عن تاريخ، نتحدث عن لغة عربية، نتحدث عن اجتماعيات، ولماذا نقتل التغيير في المواد التطبيقية في العلوم الصحية ونتشبث ببعض التغييرات الشكلية؟ لأن المراد من هذا التغيير مع الأسف في عمومه يراد المواد التي تصنع هوية هذا الشخص وتصنع طريقة تفكيره، لأنه إذا صنعنا هذه الطريقة هذه الهوية وجعلنا من هذا الإنسان إنسانا يوافق معاييرنا، كما أننا نريد تصنيع إسلام يوافق معاييرهم، سنصنع الإنسان المتحضر بمعاييرنا الذي يتقبل ما نريد من العلوم، نعم ثم يكون بيئة خصبة وتربة خصبة لأي منهج نقرره ما نريد. طيب هذا التغيير مع الأسف هذا التغيير الذي يحصل. فنتحدث عن تغيير في التاريخ في بعض التسميات، ونتحدث عن تغيير في اللغة العربية في دراسة بعض النصوص، فبعض النصوص ستكون محظورة بعد قليل، وبعض النصوص تتقدم وبعض النصوص تتأخر. كذلك في المواد الاجتماعية في التربية الإسلامية سنجد أيضا مثل هذا التغيير لحذف آيات والتركيز على الآيات
بل تجديد حتى الفهم. وهذا الذي كان، ما دمنا نتحدث عن مناهج وتعليم، فما بال زعماء أمريكا ووزراء دفاعها يتحدثون عن مع الحروب، يتحدثون عن معركة العقول والأفكار. يا جماعة طيب، نحن في حرب عسكرية، ما بال الأفكار والعقول؟ منبع الأفكار والعقول، تصنيع العقول، إنما يكون من خلال المناهج التعليمية، وهذا الذي يريدون تغييره. وهذا يعني دكتور ياسين يدفعني إلى سؤال الأستاذ أحمد في القاهرة عن التغيير الذي حصل في المناهج في بعض الدول العربية. هو حقيقة تم التغيير من ماذا إلى ماذا؟ هذه واحدة. والثانية، ما مستوى أو حجم انتشار ظاهرة التغيير؟ هل يمكن أن ترقى إلى ظاهرة عربية في الدول العربية، أم هي حالات استثنائية على بعض الدول المهمة أو بعض الدول المحددة؟ تفضل. شكرا. في البداية أشكر حضرتك أستاذ جهاد، وأشكر ضيوفك الكرام وأسرة البرنامج، وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا. وأشكر لحضراتكم دائما طرح الجاد للقضايا التي تهم الأمة والتي تشغل الذين يحملون هم هذه الأمة، فجزاكم الله خيرا. بالنسبة لقضية تغيير المناهج سيدي، هي ليست قضية جديدة، هي قضية قديمة وعريقة وتضرب يعني في عمق الزمان. تبدأ بداية كما يعلمنا القرآن الكريم من تحريف الكلم عن مواضعه في مواجهة منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك نجد يعني وصولا إلى السيرة النبوية، حين نجد أن القرآن الكريم يبين لنا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هذه هي مربط الفرس، والغوا فيه لعلكم تغلبون. نعم. فكانوا يأتون بالنضر بن الحارث حتى يحكي قصص اسفنديار وقصص ملوك الفرس حتى يشوش على الوحي، وحتى كان أبو جهل يقول صيحوا في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حتى ينسى قوله هو. فهؤلاء الجدد هم أتباع للماضين، لأسلافهم الماضين. الهدف من هذا التغيير هو ماذا؟ هو الهدف مواجهة، نعود للقضية الأساسية، مواجهة الحق، مواجهة. لكن لو أذنت لي أستاذ أحمد، يعني قبل الهدف، يعني طرح بعض القضايا، بعض التفصيلات الدكتور ياسين من هاتاي، وقال هناك حديث عن المواد الاجتماعية، العلوم الإنسانية. أنا لو أفهم منك باعتبارك خبيرا في تقييم المناهج وأنت منخرط في هذا الموضوع، ما طبيعة التغيير الذي حصل؟ يعني غير من أي شيء إلى أي شيء مع بعض الأمثلة؟ تمام، أنا مع حضرتك الآن. هذا السرد الذي أطرحه بسرعة سيطوي في داخله ما يعني ما اقترني إليه يا أستاذ جهاد. لما كان المستعمر موجود بصورة مباشرة، لما كان موجودا بصورة مباشرة كان معه المبشرون. المبشرون هم الذين كانوا يصوغون البرامج وللمؤسسات التربوية، هم الذين كانوا يقومون بهذا. لماذا أو طبيعة التغيير؟ لا نقول طبيعة التغيير، إنما هم كانوا يؤسسون لمنهج مضاد يرسخ للاستعمار. طيب، بعد ذلك كان هناك نوع من الحساسية الدينية تجاه هؤلاء المبشرين، فماذا حدث بعد أن رحلوا؟ أنشأوا مؤسسات تربوية جديدة بشعارات براقة. ما الهدف منها؟ الهدف منها هو أن يحكموا قبضتهم على أسماع وأبصار الأوساط العربية والأجيال إلى غير ذلك. ما الذي يعني يرمون إليه؟ يرمون إلى ضرب هذه القوة، أو عدم يعني، أو حالة الفصل بين المسلمين والعرب وبين مصادر القوة عندهم، وهو القرآن الكريم، السيرة النبوية، التاريخ الإسلامي المليء بقيم الحق والعدل والحرية والخير والسلام والبناء. لذلك هم أعينهم على هذه القيم، هذه القيم، قيم رفض الظلم. لماذا؟ لأنهم هم يمارسون هيمنة بطبيعة استعمارية، وعندهم مشروعهم الاستهلاكي، أن يحولون نحن إلى عبارة عن مكب لهم، شعوب مستهلكة لا تنتج المعرفة ولا الحضارة. ولذلك هم عيونهم في العلوم على هذه الأمور. يعني مثلا حتى في العلوم الطبيعية وليست العلوم الإنسانية فقط، أعطي حضرتك مثالا، هم يخرجون أطباء، لكن أين العلوم الطبية؟
مثلا نخرج مهندسين، لكن اين علوم الهندسه؟ اين انتاج المعرفه؟ لا يوجد عندنا هذا. طيب تعال في العلوم الانسانيه، اصلا هم لا يهتمون بالعلوم الانسانيه عندهم، هم لا يهتمون هذه العلوم عندهم، تمام، لانهم يركزون على القيم الاستهلاكيه والقيم الاقتصاديه، وتبعا لنظريه هي نظريه التفاعليه الانتاجيه التي يعني ينطلقون منها. لكن عندنا نحن هنا يركزون على هذا الامر لانهم يعلمون منبع هذه القوه. وجلادستون وغيره الذين قالوا ما دام القرآن موجودا وما دام الحج موجودا وما دامت صلاة الجمعة موجودة فنحن لا يعني سنظل نعاني. وحتى أخيرا كبيرهم في المحنة التي يتعرض لها أهل غزة، هؤلاء المستضعفون فك الله أسرهم، هؤلاء يقول كبير الأعداء يقول أعيننا على المناهج، نريد المناهج، يعني المناهج حاضرة. حاضرة لماذا؟ لأن المناهج هي التي يعني تعتبر السد، وتعتبر السد المنيع والحصن الحصين بالنسبة لهذه الأمة. لذلك أعينهم على ماذا مثلا؟ على يدخلون باسم التعايش والسلام والآخر، ويطرحون بعض الموضوعات. أعطي لحضرتك مثالا، يعني مثال سريع بسرعة، طيب في بعض المناهج في الدول العربية في كتاب اللغة العربية، يدرسون اللغة العربية، فيستقبل هناك موضوع أو درس لاستقبال أحد السائحين القادمين من الغرب، يعني سائح من السائحين البيض يعني. فتنظر وتقرأ في الدرس فتجد يعني حفاوة بالغة به. طيب الطلبة الذين يدرسون هذا المقرر أو هذا الموضوع، الطلبة هؤلاء منهم مسلمون ومنهم عرب ومنهم جنسيات أخرى، لا يتلقون مثل هذه الحفاوة. لماذا هذا الشخص بالذات له اسم معين ومحدد، لماذا يستقبل بكل هذه الحفاوة؟ نحن يعني لا نرفض، احنا الدين الكرم والحفاوة، لكن هل هذه الحفاوة حفاوة تشمل هذا الطالب؟ نعم، الذي يقرأ هذا الكلام ويجد أنه طيب يعني أنه مستثنى من هذه الحفاوة، طالب آخر مسلم أو عربي أو ملون أو من أي جهة أخرى، أو حتى غير مسلم ولكنه لا ينتمي لهذا الجنس الأبيض، فإنه لا يجد هذه الحفاوة. الكتاب الموضوع يحتفي به احتفاء بالغا منذ أن قدم الفندق إلى أن أخذوه وأطعموه وشربوه، ويعني وكان في منتهى البهجة والسعادة. فهذا هو، هذا مثال من ضمن طيب الأمثلة. هناك طبعا أمثلة كثيرة أستطيع أن أنا أطرحها لحضرتك. يعني طيب أتحول إلى فاس. سيد محمد، أسألك عن الدافع وراء تغيير مناهج التدريس في بعض الدول العربية. ما الذي دفع القائمين على العملية التعليمية أو العمل التعليمي في الدول العربية إلى إجراء هذه التغييرات، وإلى أي مدى يعكس استجابة حقيقية لضرورات تعليمية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك أخي جهاد على هذه الدعوة الكريمة. أهلا وسهلا، ومرحبا بضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. بداية أقول أخي جهاد، بداية نقول أن عملية الإصلاح، إصلاح المناهج الدراسية بصفة عامة متعلقة بالمنهاج المتعلقة بالمواد الدراسية، هذا أمر ضروري، وهو أمر ضروري وأساسي ومهم تمليه حاجة المجتمع. لا بد لأي نظام، سواء كان في النظام التعليمي أو نظام الأسرة أو غير ذلك، لا بد من هذه القوانين وهذه المناهج وهذه المقررات. تحتاج بطبيعة الحال إلى مراجعة وإلى إعادة النظر فيها بنظر علمي بطبيعة الحال. لكن هذه الحاجة هي حاجة ينبغي أن تنبع في بداية الأمر من الذات، يعني أن تكون نابعة من ذات هذا المجتمع، من هذا المجتمع نفسه. وهذا ما كان في تاريخنا منذ الاستعمار، ومجموعة من العلماء رحمهم الله تعالى، منذ الأفغاني رحمه الله، محمد عبده وغيره، إلى أن وصلنا إلى الطاهر العاشور، وإلى وصلنا إلى الحجوي الثعالبي في فاس. كل هؤلاء كتبوا وغيرهم وألفوا ودعوا وطالبوا بالتغيير، تغيير المناهج. لكن في حالتنا اليوم دكتور محمد،
نعم أنا أحاول، أنا سأصل إن شاء الله تعالى. فقط أنا لأجل أحاول الوقت. أن إن شاء الله قلت بأن هذه الحاجة هي حاجة ضرورية وأساسية، لكن عندنا الإشكال اليوم هو لما نقول نستدعي هذا الأمر ونقول نريد أن نغير أو نغير هذه المناهج، ما الأسباب التي تمنعنا هذا التغيير؟ الأسباب في الغالب الأسباب تكون أسباب خارجية. من أجل ماذا؟ من أجل بطبيعة الحال الابتعاد عن الهوية ما أمكن، الابتعاد عن الثقافة الإسلامية ما أمكن، الابتعاد عن رؤيتنا الثقافية، عن رؤيتنا للوجود، عن رؤيتنا للكون، عن رؤيتنا للحياة، عن رؤيتنا لله عز وجل. وهذا ظاهر وجلي، أدلته ظاهرة وجلية لما نجد أن كل هذه التغييرات منذ الاستعمار إلى اليوم وكل هذه الإصلاحات، كلما انتقلنا من إصلاح إلى إصلاح نجد مثلا أن خيار اللغة العربية أو خيار اللغة يتغير من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية كما هو حالنا في المغرب، فنجد أن طغيان اللغة الفرنسية على اللغة العربية بشكل كبير جدا، حتى أننا أصبحنا اليوم ندرس تقريبا جل المواد وخصوصا المواد العلمية باللغة الفرنسية، يعني بقيت مادة أو مادتين هي التي تدرس باللغة العربية، زيادة على أن هناك مجموعة من الأمور الأخرى، حتى هذه المواد التي نتحدث عنها التي هي المادة التربية الإسلامية مثلا أو التاريخ أو اللغة العربية، الطريقة التي طريقة برمجة هذه الدروس وطريقة وضع مضامينها نستبعد كل الأشياء التي نعم. التي هي فيها عدوان يسمونها أن فيها عدوان للآخر أو ما يتعلق بالنظر إلى الآخر، سواء كانت اليهود أو النصارى أو المخالف بصفة عامة، فيقولون أن هذه النصوص أو تدريس هذه المواد يخرج لنا التطرف ويخرج لنا الإرهاب ويخرج لنا خلايا التي تؤذي المجتمع، لكن هذا طبيعة وهذا الأمر ليس فيه لا نجد فيه تقارير حقيقية ولا نجد فيه قضايا يعني أكيدة، وإنما هو كلام يرمونه من أجل ماذا؟ من أجل إبعاد الأمة عن هويتها وإبعادها عن دينها. نعم. طيب هناك ما زال في الحديث بقية، نبحث من يقف وراء هذا التغيير، وإذا ما كان التغيير الحاصل في مناهج بعض الدول العربية هو استجابة لضغوط سياسية أم تحول في مسار التفكير القائمين على هذه المناهج نحو محاكاة العصر محاكاة حديثة وعملية، نبحث هذا بعد وقفة قصيرة. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة، هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين، لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام في الحديث عن تغيير مناهج التعليم في بعض البلدان العربية والسياق الذي يجيء فيه هذا الأمر ودوافع التغيير والجهات المؤثرة فيه. إلى هاتاي دكتور ياسين، في الأصل ما الغاية من التعليم؟ يعني ما الهدف من التعليم؟ التعليم المدرسي تحديدا، وما المعايير والأسس التي يوضع عليها
مناهج التعليم؟ حياكم الله. ذكرت انه التعليم ليس هو تلقين معلومات، وذكر الضيف ايضا من القاهره، انما هو لبناء شخصيه. فنحن لا نتحدث عن تلقين اجوف للمعلومات، وانما نتحدث عن الطالب الذي يتلقى هذا الدستور الذي هو المنهاج، كيف ستكون شخصيته، كيف سيكون تفكيره، كيف سيصنف الناس ومن يتعامل معهم، وكيف يتعامل معهم. وعلى هذا الأساس ينظر إلى المناهج، فهي احتياج واقعي، وهو ما يرتبط أيضا بهذا الشخص ومقدراته. ولذا تكون المناهج متوافقة مع مستوى الطالب في مراحله التعليمية كلها، ففي كل مرحلة يعطى ما يلزمه في هذه المادة أو في تلك، فهي عملية بنائية حتى يصل إلى المستوى الناضج، إلى المستوى الكامل الذي تتبلور فيه شخصيته. مع الأسف الذي يحصل عندما كلام يكون دكتور ياسين، نقطة مهمة أشرت إليها، نقاط مهمة أريد فقط أن أحررها معك. يعني ذكرت أن متعلق هذه المناهج متعلقة ببناء شخصية هؤلاء الطلاب. كل الدول تقول بأن مناهجها الدراسية، حتى في الغرب، حتى في الشرق، في الهند، في الصين، في أمريكا، هي تقول أن هذه المناهج هدفها بناء شخصية الطلاب. لكن في الحالة نتحدث عن الجانب الخصوصي، يعني لو تحدثنا قليلا فيما يتعلق بمنهج التعليم، ما علاقتها بالهوية، بالتاريخ، بالقيم المجتمعية والثقافية والدينية العليا؟ ما مدى حضور هذه القيم في عملية ترسيخ مناهج التعليم؟ أي مقرر دراسي، أي منهاج، تكون له منظومة. هذه المنظومة التربوية والمنظومة الأخلاقية التي تصاحب والتي سيعمل هذا المنهاج على تقريرها ستكون مرتبطة بهوية الطالب، لأن الهوية عندما يتحدثون عن عناصرها يتحدثون عن الدين وعن اللغة وعن الوطن وعن الانتماء وعن التنشئة، وهذه كلها ستكون حاضرة في أي منهاج يقرر. لذا سيكون المنهاج هو الوعاء الذي يأخذ فيه الطالب كل عناصر الهوية، فكيف ستكون هذه العناصر التي سيتلقاها هذا الطالب؟ لأنه بناء على هذه العناصر ستكون المخرجات التي سنتأملها من العملية التعليمية ستنبني على المدخلات التي ندخلها في هذا المنهاج. وعليه سيكون عندنا طبيب بشهادة فقط تحمله الشهادة، سيكون عندنا مهندس بعقلية هندسية صحيحة ناضجة، سيكون عندنا مؤرخ بعقلية متوازنة وبعلم وبتاريخ صحيح، أو سيكون عندنا مؤرخ مزور، أو سيكون عندنا مهندس أيضا بهندسة مزورة، وكذلك الطبيب. هذه الصلة ثقافتنا، نحن نتحدث عن الثقافة الإسلامية، نتحدث عن الهوية الإسلامية، عمادها وأساسها الدين الإسلامي. لذا هذا العماد لابد أن يكون حاضرا في كل المناهج. هذا لا يعني أن تكون مناهج دينية، ولكن لا يمكن أن يدرج في المناهج أي شيء يعارض هذا الأصل، بخلاف ما سنجده بعد في النماذج التي بدأت تطفو على السطح وتكون مفرزات للتغيير الإجباري، كما أشار الإخوة الأكارم الضيوف أيضا إلى أن هذا التغيير إذا كان نابع من داخل المجتمع فهذا تغيير صحيح. وكما ذكر ضيف المغرب، رموز الإصلاح في الشرق والغرب من قديم ومن حديث أكدوا على أهمية التغيير، ولكن التغيير الذي يلبي حاجة المجتمع، التغيير الذي يتوافق مع أصولنا، وليس التغيير الذي يفرض علينا بأجندة من أجل تسويق أغراض سياسية. وهذا الذي نحاربه ولا نراه تغييرا. أي تغيير سيكون إذا كان مثلا التغيير الذي نراه اليوم على أيدي الحوثيين في اليمن من تشويه التاريخ والثقافي، أي تغيير الذي نراه اليوم مثلا في الشام مما تفرضه روسيا وتفرضه إيران ويفرضه نظام الإسلام، أي تغيير الذي حصل في العراق بعد انهيار العراق، أي تغيير هذا؟ وأين المفرزات الجديدة لهذا التغيير؟ هذا ليس لتغيير، هذا تدمير وليس تغيير. إذا صح أنه تغيير، نعم، لأنه التغيير كان من الأحسن إلى الأسوأ. طبعا هذا لا يعني أنه مناهجنا ما شاء الله كانت من قبل مناهج جيدة أو مناهج عالية، لا أبدا، والحاجة إلى التغيير حاجة مستمرة، ولكن نريد التغيير المنتج. نعم الآن عندنا هامش نعمة على التغيير، ولكن السطوة مع الأسف السطوة المؤسسات وسطوة الدول التي لم تترك الدول الإسلامية ولم تترك الدول العربية
ترجع إلى ذاتها وتجعل هذه التغييرات نابعة من ذاتها هو الذي يكبل المؤسسات التربوية عموما عن التغيير اللازم. طيب. وعن التغيير هذه النقاط أبني عليها لأسأل الأستاذ أحمد في القاهرة، يعني ضرب بعض الأمثلة في الحوثيين، ضرب في الإيرانيين، في الشام والروس، وما حصل في العراق بعد الاحتلال الأمريكي. هذا يدفعني إلى السؤال بشيء من العمق أستاذ أحمد، هل التغيير في مناهج الدراسية داخل بعض الدول العربية هو انعكاس لتوجهات ورؤى جديدة للسلطة السياسية، أم هو تحت تأثير مؤثرات خارجية؟ طبعا هذا سؤال، يعني سؤال الإجابة فيه، يعني الإجابة متضمنة داخل هذا السؤال. لا شك أن هناك علاقة نفعية وتبادلية، تبادل منفعة بين الجهتين، بين الجهات المحلية وبين الجهات الخارجية. يعني كما يقول المثل العامي المصري، يا بخت من نفع واستنفع، يعني هم يخدمون على بعضهم البعض في هذه القضايا. تمام. أنا بس أريد أن أركز على نقطة مهمة أستاذ جهاد، هي قضية الفلسفة أو الرؤية التي ينبع منها المنهاج. إذا كانت عندنا رؤية، وهذه الرؤية هي طبعا نحن مسلمون ونحن عرب، إذا كانت رؤيتنا مفروض أن رؤية المسلم هي رؤية من الوحي، رؤية تنطلق من عبادة الله سبحانه وتعالى وتوجه بالعبودية ووحدانية الله سبحانه وتعالى لا شريك له، وأنه هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المنعم وأن صفاته العليا وأسماءه الحسنى هي التي يعني تتجلى أثاره على المسلم في حركة حياته ونشاطه. وبناء عليه فإن هذه الرؤية أو تلك الفلسفة هي التي تعصم من أي عبث يأتي من هنا أو من هنالك. فهذه الرؤية أو تلك الفلسفة التي هي تعكس هويتنا، لو أنها موجودة داخل المنظومة، وهي التي تحرك المنظومة التربوية عندنا وتكون واضحة وصريحة في بلادنا العربية، لا شك أنها تكون هي الحاكمة ومهيمنا عليه، الحاكمة على أي توجهات تأتي من هنا أو من هناك. طبعا نعلم أن التصور الإسلامي لا يعادي التجريب ولا يعادي العلم، وبالعكس يشجع كل هذا، هذا لسنا في حاجة إلى أن نؤكد عليه. ولكن القضية الخطيرة هي قضية العبث بقيم هذه الأمة، بقيم الحق، بالتدليس، بإخفاء الحق وكتمانه، الذي هو ليس ضد، يعني الذي هو ضد مصلحتهم، ضد مصلحة هؤلاء. هم يقولون دائما مصالحنا مصالحنا مصالحنا. ما هي مصالحهم؟ مصالحهم يا سيدي هي مفاسدنا، هي يعني تخريباتنا نحن. تمام. كلما قال مصلحتي كذا، انظر ستجد هي مقابلها الضرر عندي أنا. تمام. مصلحته يقابلها ضرري أنا، وجوده يريد أن ينفيني أنا أو يجعلني على الهامش أو يجعل لا وجود لي. فهذا موجود، وموجود كما قلت لك من باب تبادل المصالح وتبادل المنافع، وأنا سأعطيك هذه النقطة وأنت حقق لي هذه. والمؤسسات العالمية، هذه مؤسسات روكفلر وكارنيجي، وهناك هذه المؤسسة فورد متخصصة في العلوم الاجتماعية والإدارية وإعداد المعلمين، وهذه تفرض نفسها سيدي الآن، هذه المؤسسات العابرة للقارات، روكفلر هذه متخصصة في الطب والزراعة، طب وزراعة، كارنيجي الكتب والنشرات المختلفة، هذه مؤسسات يعني تقود حربا ثقافية باردة منذ عام 1945، حربا ثقافية باردة على مستوى العالم. ونحن جزء من هذه المنطقة، وطبعا هم يستخدمون السلع، ويستخدمون يعني هو يوقف إنتاجك أنت. بعض الدول العربية لا تستطيع أن تنتج القمح، ممنوع أن تنتج القمح، حتى هو يظل يعني نظل نحن تحت أسرهم وتحت قبضتهم. هم قلنا نرسل لك القمح وبأرخص الأسعار، لماذا؟ حتى يتحكمون في، يعني يتحكموا في كل مقدراتك، في توجهاتك، في، ونحن نرى يعني نرى نتيجة هذا في هذه الحرب الخطيرة التي نعاصرها الآن، والأمر أصبح يعني مكشوفة للعيان، يعني ظاهرا للكل. نعم. في هذه القضية. طيب أستاذ محمد، في فاس
دعني أنقل لك في موقعه على الإنترنت يقول: معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي، ومقره الكيان الإسرائيلي طبعا، يقول إنهم منظمة دولية تراقب وتحلل وتفحص مناهج التعليم في كل دول العالم، وأنه يعني وفق طبعا معايير السلام والتسامح المستمدة من منظمة الثقافة والتعليم الأممية اليونسكو. يقول هذا المعهد طبعا، هنا اقتبس، إنه مارس دورا فعالا في حث عدد من الدول العربية على تغيير مناهجها بما يخفف غلواء العنف والتطرف والتشدد، وفق تعبير المعهد، في هذه الدول العربية. بالرغم من أنه يراجع ويفحص كل مناهج التدريس في العالم، إلا أن الموقع عندما تدخل إليه وتتفحص ترى أن الثقل الأكبر مركز في المنطقة العربية، العراق، سوريا، عدد من الدول العربية. سؤالي هو: ما الأهداف التي تسعى مثل هذه الجهات لإحداث تغيير في منظومة التعليم العربية؟ ما الأهداف البعيدة من وراء ذلك؟ نعم، بالنسبة لهذا الأمر، هو أمر واضح وجلي، وتدخلهم في تغيير مناهجنا وتغييرها بمفهومهم هذا أمر واضح وجلي. لكن الإشكال عندنا في هذا الأمر هو أن كل حالة إصلاح معين، في كل حالة إصلاح وفي كل طور من أطوار الإصلاح بين قوسين في وطننا العربي والإسلامي، نقف أمام مجموعة من إشكال كبير جدا. هذا الإشكال هو تجزئة هذا الإصلاح، وأننا نصلح بناء على رغبات، رغبات إما أن تكون هذه الرغبات داخلية أو رغبات خارجية. يعني نريد أن نرضي الآخر خارج الوطن، أو نرضي من هو داخل الوطن. وهؤلاء الذين هم داخل الوطن هم كذلك نفس الشيء، هم أبواق لمن هم خارج الوطن، بمعنى أننا نحارب أو نواجه طرفين، نواجه من هو خارج الوطن ومن هم داخل الوطن، لأنه عندهم مؤسسات داخل الوطن، عندهم جمعيات داخل الوطن، عندهم أبواق، عندهم إعلام داخل الوطن، فهم يسخرون كل هذا الأمرين: الأمر الأول من أجل دفعنا نحو ما يسمونه بالإصلاح، أو من أجل تخريب هذا الإصلاح المنشود. إحنا إشكالنا هو أننا نضيع هذا الإصلاح لأننا نريد أن نحقق رغبات هؤلاء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن ما يقولونه وما يتحدثون عن إرهاب، عن تخريج الإرهاب وتخريج التطرف، هذه فقط دعوة لا علاقة لها بنصوص الدين الرئيسية، لأن نحن ديننا هو دين سلام، وهو دين مع الاعتراف بالآخر والإيمان بالآخر، ونصوص كثير، نصوص القرآن ونصوص السنة، وكذلك حتى التجربة النبوية وتجربة الصحابة رضي الله عليهم، وتجربة كذلك الخلفاء الراشدين، دليل على أننا بعيدون كل بعد عن هذه الدعوة. ما يخرج الإرهاب وما يخرج التطرف هو الفقر، وهو الجهل الذي غمسونا فيه. يعني ما نعيشه من فقر، وما نعيشه من ظلم، وما نعيشه من تهميش، هو الذي يخرج هذه الظواهر. لا تخرج وما نعيش كذلك من جهل. فالجهل بنصوص الشرع والجهل بفلسفة الإسلام وبالفكر الإسلامي هو الذي يخرج لنا هذه الظواهر المرتبطة بالتطرف وبالإرهاب وبسوء التعامل مع الآخر. فنحن أمة السلم، ونحن أمة السلام، ونحن أمة السلام عليكم، نقول السلام. طيب. عليكم لكل للمؤمن والكافر. نعم. بصفة عامة. لذلك هنا نحن أمام عدو. هذا عدو للإصلاح. هذا العدو يريد أن يدفعنا نحو الإصلاح، فنصلح برامجنا التعليمية وغيرها على وفق رؤيته وعلى وفق نظره. نعم. طيب دكتور ياسين، في هاتاي، أنت تتابع تغيير المناهج، هل هذا التغيير برأيك هو بالدرجة التي تثير قلقا لديك كمهتم ومتخصص في هذا الشأن، أم أنه تغيير عابر ممكن أن يمر من دون أن يحدث أثرا عميقا في الأجيال الناشئة؟
نعم، بل هو تغيير خطير أخي الكريم. التغيير الذي يحدث ونتائجه ليست بقليلة. لنرجع أيضا إلى أن كما ذكر التغيير ليس بجديد. ما الذي فعلته طب فرنسا وجه في الخطورة أين الأفريقية؟ أستاذ ياسين؟ وجه الخطورة وصفته بأنه تغيير خطير، أنا أريد أن أعرف منك وجه الخطورة. وجه الخطورة أنه سيولد في هذا يجعلونه بالفرق ما بين مقاومة الشعوب للقوى الصلبة، هنا ستتولد إرادة للتحرر، ستكون مواجهة، ولكن في التغيير الناعم أخي يكون تخدير للإرادة، وهنا خطورة موضوع المناهج. في موضوع المناهج نحن لا نولد مقاومين، لا نولد من يواجه هذا التغيير، ولا نولد من يواجه استلابنا واحتلالنا. ستتولد عقليات تتقبل أي تغيير يأتيها، لأن هذا التغيير ستنظر إليه على أنه حل، كما حصل في التجربة التركية عند الانتقال من الخلافة إلى معاداة العرب ومعاداة الدين في السنيات الأولى لإنشاء الجمهورية، كذلك عندما فعلت فرنسا في إفريقيا ما فعلت، كم حتى صارت الهمم وكانت الصحوة من أجل المقاومة، مع ذلك ما زالت كثير من الدول الإفريقية مرتهنة حتى اليوم لفرنسا، لأن لغة التعليم هي اللغة الفرنسية، فهي مفتاح العقول، وكذلك الدول التي تدخلها اليوم الدول الغربية فتصنع العقليات وتصنع الناس الذين سيأتون بالمستشارين التربويين. يعني ذكر الضيف الكريم من مصر نماذج لأخطر المؤسسات الغربية العاملة اليوم كمراكز أبحاث، وبدأت بعد 1920 وليس 1945، بدأت بعد 1920. هذه المراكز الخطيرة على فطورتها نجدها اليوم جهات مستشارة بدرجة متقدمة لكثير من الأنظمة العربية لإعادة بناء مناهج الروضة، وتفاخر مؤسسة ترند بأنها ساهمت في إعادة تقييم وبناء مناهج الروضة في الدولة الفلانية، وبأنها تطلب التغيير في مناهج الدولة الفلانية، وأنها تتابع كذا. لأنه تصور أنت مؤسسة مثل راند هي الذراع الأساسي للكونغرس والبنتاغون تتدخل في تغيير مناهج روضة في دولة عربية، معناها الخطر يبدأ من هنا، من هذه المرحلة الصغرى. نعم. في إنتاج العقول وفي إنتاج الشخصيات، لأنه من هنا سيبدأ الخطر عليهم، وهذا الذي يريدونه، وهذا هو في الصغر، لكن فيحاربونه وهو طفل حتى لا يكبر ويكون. لكن أستاذ ياسين، قادرا على محاكمتهم. لكن أستاذ ياسين، معذرة لضيق الوقت، يعني قد يقول متابع بأن هناك نوع من التهويل في الأثار المترتبة على هذا التغيير. دعني أسأل الأستاذ أحمد في القاهرة، هل ترى توافق على هذا القدر من القلق والخوف من التغيير الحاصل وأثاره على الأجيال الشباب العربية والأطفال العرب في مدارسهم، علما بأن المدرسة هي ليست المحضن الوحيد في الدول العربية، هناك مراكز تحفيظ القرآن، هناك البيوت، هنا يعني هل ترى أن هذا الخوف القلق مبالغ فيه أم وجيه؟ طبعا هو لابد أن ندق ناقوس التنبيه والحذر والخطر، لأنه تحدث حالة من الفصام، يعني النكد بين ما نؤمن به ثم بين ما يعني نستمع إليه ونتلقاه ونمارسه في حياتنا. يعني لما نجد هناك نوع من الفجوة بين ما يتلقاه الطالب من منهاج وبين الواقع الأساسي، فهذه قضية مهمة جدا، هو سيخلق لنا شخصية مهتزة. طيب، النقطة الثانية قبل ما انسى حضرتك، تكريس الاضطراب التربوي، يعني إذا كان أنت عندك تربية غير نابعة من أسسك وغير نابعة من رؤيتك ومن ثقافتك، فلا شك أن هذا يحدث نوع من الاضطراب. أيضا تحويلنا إلى عبارة عن كائنات استهلاكية مستهلكة، لا تنتج، لا تصنع، لا تتقدم، لا تنتج المعرفة، إنما هي مجرد مستقبلة، وطبعا هذا يؤثر. يعني أعطي حضرتك مثالا بسيطا، يعني بعض المدن التي تبنى جديدة تفاجأ في بلاد عربية، مدن تبنى على أحدث طراز، ادخل المدن لا تجد عبارات عربية، العبارات باللغة العربية على المطاعم وعلى المستشفيات وعلى
الأماكن وعلى المراكز التجارية لا تجد عبارة باللغة العربية اللي هي لغة هذا البلد، لا تجد العبارة أبدا، حتى أنك أنت تسأل نفسك أين أنا، هل أنا داخل بلد عربي ويعني نعم. أم خارج هذا البلد. هذا مثال من ضمن الأمثلة، وهذا نتاج لهذه الضغوط الاستعمارية في العبث بالمناهج. أشكرك. ثم التوجهات التي تنتج عنها. أشكرك أستاذ أحمد. كان مقرر أن نذهب إلى فاس، لكن الوقت أدركنا مع الاعتذار للأستاذ محمد. ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام، من القاهرة أحمد عبد الباري الخبير في تقييم مناهج التعليم، ومن هاتاي ياسين جمول رئيس جامعة المعالي السورية، ومن فاس محمد الصادقي العماري أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وعضو هيئة تحرير مجلة كراسات تربوية. وشكرا لحضراتكم على كرم المتابعة في حراسة الله.